الارض مليانه تلج، يعني مش مطره دلوقتي، بقت تلج نازل على المنصوره وعلى محافظه الدقاليه، وواضح انه الدنيا صعبه والطقس، حاله الطقس صعبه جدا. نتابع مع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقاليه. سياده المحافظ مساء الخير يا فندم. اهلا بيك احمد بيه والاسره المشاهدين، اهلا بحضرتك. الوضع عند سيادتك ممكن تقول لنا دلوقتي ايه؟ والله الحمد لله، يعني حاليا في اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها الجو يعني معتدل، الجو برد بس ما فيش امطار. يعني الامطار كانت موجوده من حوالي 3 ساعات او اكثر، وزي ما حضرتك بتقول فعلا كانت كميه تلج وامطار رعديه ويتكاد تقارب بالسيول، وكانت متركزه على مركز المنصوره سواء حي شرق او غرب ومدينه بلقاس، بالاضافه لبعض المراكز اللي حوالينا، بس كلها امطار خفيفه وفي مراكز لم يتاثر بيها الامطار. طبعا احنا عندنا زي ما حضرتك عارف غرفه عمليات رئيسيه مربوطه مع كل المراكز ومدن الاحياء، وبالتعاون مع شركه المياه شرب عملنا دفع لكل عربيات الشفط اللي موجوده في الشركه واللي موجوده في الوحدات المحليه حتى اللي ما كانش عندها امطار ساعدتنا. واحنا يمكن السنه دي تعاقدنا على 11 عربيه مرسيدس لشفط المياه من الخطه الاستثماريه للمحافظه، وتعاقدنا عليهم بحيث ان احنا السنه اللي فاتت لما حصلت امطار قلنا يعني نتعاقد مسبقا عليهم بحيث لو حصلت موجه ثانيه، وفعلا حصل بس يمكن اشد من السنه اللي فاتت، الامطار فعلا غزيره ونزلنا تفقد النهارده اشد مش كده؟ لا المره دي اقصد اشد من الشتاء اللي فاتت. الشتاء اللي فاتت يعني اشد بكتير، يعني كان الشتاء اللي فاتت كان فيه امطار بس المره دي امطار مع ثلج وثلج بحجمه كبير مش صغير يعني. نزلنا يعني عدينا على كل الاماكن اللي فيها تجمعات ميه، وصل لحد العاصفه ست محافظ، انا شايف الصوره اللي قدامي. بالظبط وصل بالظبط فعلا. بس هي الحمد لله يعني ما طولتش قوي، يعني يمكن قعدت حوالي ساعه فقط يعني. بس لو كانت اكثر من كده طبعا كان احسن مشكله، بس الحمد لله ربنا ستر والمعدات كلها كانت جاهزه وتم شفط يعني يمكن من معظم الاماكن اللي فيها تجمعات. يعني مفيش دلوقتي مياه. تجمعات كتير للميه في الشوارع؟ لا في تجمعات بس قليله جدا مقارنه بساعه حدوث الامطار. كانت معنا طبعا الحمايه المدنيه والمرور، كله كان بيساعد مرور تنظيم المرور، الحمايه المدنيه شفط معانا كميه المياه المتراكمه، والحمد لله يعني الوضع بقى احسن كتير يعني. شايفين اهو حضرتك وفي الشارع والناس عمالين يسحبوا المياه من الشوارع. بالظبط، هي دي العربيات بتاعتنا ومعاها عربيات شركه المياه، ده غير عربيات الحمايه المدنيه بس كانت في اول الشارع. بنشفط المياه من كل الاماكن اللي فيها تجمعات، وخصوصا الاماكن اللي بيبقى فيها يعني ناس، مش مرور عربيات فقط. هل اثرت على يعني حد حصل لا قدر الله بيوت حد جرى لها حاجه؟ لا هو في بيت واحد بالظبط، في بيت واحد كان فيه عليه برج حمام، البرج ده وقع على البيت اللي جنبه، حصل يعني زي تكسير جزئي، وفي حد من احد المواطنين اتصاب وتم نقله المستشفى، بس الحمد لله يعني بحاله جيده. وانا يمكن اديت المحافظه كلها يعني اجازه من الدراسه بكره تحسبا. المحافظه كلها مش المدارس؟ المدارس 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 مش العاملين الشغالين يعني مش الموظفين. لا طلبه المدارس لا بصنم احنا دايما لما بنيجي ندي يعني اجازه للطلبه بندي للطلبه اللي ده في سلطتي، المدرسين في سلطه السيد وزير التربيه والتعليم والسيد رئيس مجلس الوزراء. بالاضافه ان هو يمكن احنا بنخاف طبعا كلنا على اولادنا، انت عارف معظم كمان الحاجات اللي بقى فيها قرى بيبقى معظم الشوارع فيها مش متسفلته، فبيبقى يعني معدل الميه بيبقى متراكم شويه مع بعض الطين، فممكن حد من الاطفال يتعور او يحصل له حاجه. لا واعمده الكهرباء، هل في مشاكل اعمده الكهرباء عند سيادتك؟ لا الحمد لله لغايه دلوقتي ما حصلش يعني حوادث، كان الشتاء اللي فاتت برضه كان حصل صعق لاحد المواطنين، الحمد لله السنه دي ما حصلش حاجه وان شاء الله يعني تعدي على خير ان شاء الله يعني. طيب هل بكره الاصد بلغاكم بحاجه بكره بخصوص بكره تحديدا، ولا بكره خلاص الطقس عادي؟ لا احنا متوقعين ان هم ما بلغوناش بكره في حاجه يعني، بس احنا يعني على استعداد لو لا قدر الله حصل حاجه، يعني كل المعدات بتاعتنا جاهزه، الحمايه المدنيه، الغوص، شركه الميه، كلنا يعني على هبه الاستعداد لو حصل ده اتكرر تاني بكره. فحضرتك بتقول المدارس اجازه بكره كلها في محافظه الدقاليه بالكامل؟ والجامعات كمان يبقى. والجامعات مدارس وجامعات بكره ان شاء الله. لانه وارد انه يستمر، لان هم بيتكلموا كمان ال 72 ساعه الجايه في عدد محافظات ربما يكون منها الدقاليه ايضا.
بالظبط بالظبط يا فندم بالظبط. لكن الحمد لله ما نقدرش